هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود. صفاء أبو السعود. النجم أحمد صيام في يوميات صفصف. بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك، بعدين معاك. داني ما بقتش السامع، عايز طلباتك وبس، وما يهمكش نخس، وامتى بس هتحس واشوف اي تقدير. احسبها بالدقيقة والثانية، وقتنا مع صفصف حاجة تانية، وقتنا مع صفصف حاجة تانية. احسبها بالدقيقة والثانية، وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية، وقتنا مع صفصف حاجة تانية. يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصلي، إخراج تامر شحاتة. وقتنا مع صفصف حاجة تانية، حاجة تانية. العشاء جاهز ميسيو حاتم بك. الله 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 الله. قوليلي بقى، عاملة عشاء ايه؟ محشي ولا مكرونة ولا ممبار ولا ايه؟ الحقيقة عاملة لك زبادي. تمام. انا احب الزبادي بعد العشاء، بس ايه العشاء بقى؟ زبادي يا حاتم، هتتعشى زبادي. ايوه انا. ايوه حاتم. ايوه هتعشى زبادي يا صبصب. طبعا. عامله مشكله ضعف تواصل بيننا وبين بعض ليه يا صبصب؟ ما هو الحق عليا يا استاذ اني خايفه على صحتك. حضرتك عاوز تتعشى محشي او ممبار الساعه 1 بالليل، وفيها ايه يا صفصف؟ نفسي فيهم يعني، حموت حموت كده اهو واكلهم. والله العظيم حرام عليك يا صفصف، انت عاوزه تموتيني من القهر يا ست ولا ايه؟ استنى بس يا حاتم، رايح فين؟ استنى عشان نتواصل. لا نتواصل ايه، انا داخل انفصل في اوضتي وانام، عشان لما اموت اموت وانا على فرشتي. شر عليك. هشوفك على خير يا صفصف في الاخره. افتح يا حاتم، حاتم افتح، نتكلم واقنعك يا حاتم، افتح. بعدين بقى تفتكروا ممكن يكون كلامه صح؟ انا خايفه فعلا يموت. انا حريح دماغي هنا على ترابيزه السفره، مش هعرف انام كده، مش هعرف، والله ما هعرف. مين مين اللي بيخبط على الباب بالطريقه المزعجه دي؟ افتح الباب. حاضر يا اللي بتخبط، حاضر. افتح الباب. مين؟ احنا حكم دارية القلم السياسي. انت صفصف؟ انا لا 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 ايه؟ ها؟ يعني الحقيقة مش عارفة، مش فاكرة. انت مين قولي؟ بقولك ايه؟ اقبضوا عليها. ليه؟ ليه يقبضوا عليا؟ ليه يا سعادة الباشا الضابط؟ القلم السياسي، مش عارفة ليه؟ انت متهمة يا هانم بقتل جوزك. حاتم؟ خدي. خدي. اي. حرام. حرام. حرام عليك. كمان يا ولد. حرام عليكم. كفاية. كفاية أرجوكم، كفاية تعذيب. أنت ظاهر ما تعرفينيش كويس. أنا الأميرة لاي هاني. أميرة لاي هاني؟ لسه قابض على رايا وسكينة. رايا وسكينة؟ أيوه. أنا مش فاهمة حاجة. عشان اعترفي، اعترفي، قتلتي جوزك ليه؟ ما قتلتوش، ما قتلتوش، أنا ما قتلتش حاتم. حلو أوي،
عجبتيني يا مجرمة مجرمة مجرمة. انت يا بنت انت هترتاحي دلوقتي في زنزانتك. وان اصريتي على الانكار بكرة هيبقى عند جلسة كهربا. لا لا كهربا لا بلاش كهربا خلينا امام عاشور. انا بريئة انا بريئة مظلومة انا ما قتلتش حاتم. مستحيلة. عند حضرتك حق يا هانم فعلا مستحيلة الأحداث دي. أنا مستحيلة اسمي مستحيلة. مستحيلة؟ أيوة. أما اسم غريب قوي. مال أنت متوقعة شريكتك في الزنزانة يكون اسمها إيه يعني؟ شاهيناز ولا ميمي؟ أحس كده بقى أنا مكسوفة أقولك اسمي. جاية في يا ست البنات. الله أنا جاية والله في البوكس. آه أنت هتستعبطي؟ جاية فضية إيه؟ لا مش فاهمة حاجة أنا مش عارفة أي حاجة. هما اتهموني أني قتلت جوزي. يا بنتي ليه؟ والله كده. ده أنت جريئة قوي. أنا؟ من النهاردة أنت معلمتي الزنزانة الكوماندا بتاعتنا يعني. لا 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 كوماندا كوماندا إيه لا أنا مش عاوزة حاجة أنا مش عاوزة حاجة أنا بس عاوزة أخرج من هنا. خرجيني خرجوني من هنا. تخرجي فين يا حلوة؟ انت هتاخدي اعدام. الاحتلال الانجليزي ممكن يخرج من مصر لكن انت لا لا لا. احتلال انجليزي احتلال انجليزي. وانا فين انا فين انا امتى انا امتى خرجوني خرجوني من هنا خرجوني. صفصف صفصف خرجوني من هنا يا صفصف. أنا والله والله انا مظلومه انا بريئه. ايه دي صفصف ايه دي؟ والله مظلومه حاجه. ايه يا حبيبتي انا حاتم بريئه. تقيلي نيمك في الصاله. لا 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 ادخلي ادخلي نيمي في اوضتك على سريرك. يلا حاتم حاتم. حاتم انت حاتم. امال ايه؟ الله الحمد لله الحمد لله انك كويس الحمد لله انك كويس. الزهرة كنت بحلم كان كابوس. خلاص خلاص ما تزعليش نفسك. حقك عليا من اللي حصل بينا ده. لا لا ما تزعليش نفسك خالص. لازم نرجع قوة التواصل بينا تاني. ايوه ايوه يا حبيبي لازم يا حاتم. مشكلة ضعف التواصل بين الزوجين مشكلة خطيرة جدا ولازم لازم تتحل. طبعا طبعا لازم تتحل. واول طريق الحل ايه؟ تعشيني محشي وممبار. كنتم مع يوميات صفصف. النجمة صفاء أبو الصعود. أنا واحدة ذكية مليون في المية شاطرة ورياضية وحبايبي كتير. ما بلاش حلوة نهار ده انتي لفتي الأنظار وكعبي عالي عليكي بجد ومش هزار. أنا بنك المعلومات ودماغي تسوى ولفات. طب شخلي جيبك يا حلوة صفصف. بطولة حلمي فودة مصطفى درويش رانيا فتح الله نجاح حسن عبير مكاوي لؤي سامي ليلى عبد القادر. يوميات صفصف موسيقى والحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. يوميات صفصف تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.